انا نهضرت لقيت روحي دخلت في وسمو في الباركينغ تاع دبي مول. They have a place. اوكي مساكن. Anyways قلت لك يا رجل عزيز انجازاتك كاع اللي درتهم لهنايا غادي تشوفهم كبار بزاف. مام انجازاتك تاع الجزائر، مام مشاريعك في الجزائر، راح نستثمر بزاف بزاف في بلادي. Think where exactly? Excuse me? Where exactly? No, 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 I'm not, I'm not here, please. This side? Okay, all right. There is no this side? Huh? Okay. But it's not allowed here. All right, it's not allowed. Oh my God. Oh, then it's also interdit. Where exactly? انا في دبي مول. شكون في دبي مول؟ كاين بزاف ناس ولاد بلادنا كيشكو زعما كيتغربوا لي يقولوا كيفاش انا نتغرب، كيفاش نقدر نقضي اموري، كيفاش نقدر زعما كنشوف املاكي في الجزائر وانا برا ما نقدرش طالع حابط. لا لا ماشي لازم طالع حابط، سواء لا بابرا سواء نكدا تكون عندك لا كارت كونسولير نتايا والزوجه تاعك ولا انتيا والزوج ديالك يكون عندكم لا كارت كونسولير في السفارة الجزائرية أو القنصلية الجزائرية تاع الدولة اللي راكم عايشين فيها. كما راني عايشة الحمد لله في الإمارات، حتى لا كارت كونسيلير تاعي في القنصلية تاعنا والسفارة تاعنا. هذا كان، هذه هي. ونقضي صوالحي دوكا دوك كيما دوكا مانيش قادرة نجي دوكا، حاليا دوكا مش قادرة نجي على جال القراية تاع بنتي، على جال قطع أموري استثماراتي هنايا، شكون مش قادرة ننطلق منه ونشد منه. دونك هنايا نفري أموري أنا حضوري والهي كان في اموري عن طريق الاوراق اللي نبعث. فهمتوا؟ بصح ماشي زعما باريزون قنصليه تاعنا ما يقدرش يجي اي واحد يفري امورو منا للجزائر، لازم يكون عنده، لازم يكون مقيم اوفيسيال ويكون عنده هذيك البطاقه القنصليه. اهم شيء الصلاه بنات. هاو اذن عليا العصر للمسلم، نصلي العصر من بعد نكمل الشوبينغ تاعي. ان شاء الله في كل مكان مصليات النساء، في كل مكان. قال لك سعديه جابوها اون ايرجونس من الجزائر للسبيطار تاع تيزي وزوره، خاطرش كانت تدير في واحد هكذا تقرا زعما. سعديه ديري مليح بالك بلي انا ما نفرحش كي نسمعك زعما هكا مرضتي، ولا نسمعك باغ اكزومبل عيد الشهر عليك تطلقي. انا ما يهمنيش فيك تقعدي مزوجه ولا مطلقه، انا حد هذه الحاجه ما تزيد فيا ما تنقص فيا، انا ما نفرحش للشر. نتوما اللي تفرحوا للشر، فهذا الشيء اللي صرا لك ماشي انا. ديري مليح في بالك هذاك راي اختك تبعي في تيتي. شتي راي تيتي وين يديك؟ تيتي دخلت بويها في حيط، دخلت خاوتها في حيط، دخلت راجلها، راجلها اللي عندها مع الدراري ومدخلاته في حيط مع عمو ديدعوت الشر، ومدخلاته في بزاف صوالح في حيط. كيفاش انت مش حد دخلك في حيط؟ انت اصلا كنتي تخافي منها، كنت تقولي لعمار تقولي له تهلك لي حياتي، باسكو تيتي هذه يعرفوها كاع بالفاميليا في الفاميليا بلي هي سحاره مالغري ميدسان زعما ميدسان. يا ربي نحولك هذيك المهنه تاع الميدسان، يا ربي يا ملكه ولد مختار نحولك المهنه تاع الميدسان. خاطش انت طالبه ماشي طبيبه، انت خطر على المرضى من الاخر. ما بيش كش ما ديري لهم تما تشوفي كش واحد زهري ولا كش ما تسرقيه ولا حوجي. لا 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 انت خطر على المرضى، لازم ينحولك مهنه الطب. ولو كان ينحولكش مهنه الطب ويقعد راجلك مساندك يزيدوا ينحولو هو ثاني في مهنه الطب. لا لا اختي شتي شتي سعديه شتي تيتي وين داتك وين وصلاتك؟ انا ما نتمنالكش تطلقي بعيد الشر، انا ما نفرحش للتلاق للتلوقات والامور، ما نفرحش، انا ما نفرحش للشر. نتوما اللي ما على باليش علاش كنتو تحاولوا تطلقوني مع خوكم ما فهمتش. برضو كنتو صحابه ما تشفيش ما تشفيش سعديه، كنت نشري لك هنا المايكل كورست. قولي لا لا صاك مايكل كورست ساعة كنت تموتي على هذيك. شفاي على بالي مازالهم عندك يا خي اسمها مايكل كورس. المهم هذيك الماركة اللي تحشقيها انتيا يا انا ما نفرحش للشر، نتوما اللي تفرحوا للشر. والحاجة اللي صرات لك دير مليح في بالك في عائلك. انا عمري ما سعيت للشر ولا نفرح لحاجات تاع الشر. انا الحاجة الوحيدة اللي نسعى ليها هي نجيب حقي، حقي تاع الحقرة. شفت الحقرة ما تنحقرش، بلاك يكون ضعيفه نتنحقر، بصح راني قاويه راني قويه ما تنحقرش. والحاجه اللي راني ندير فيها الا وقلت فوضت لك امري يا الله، هو اللي راه يسير فيا. ماني ندير حتى حاجه من راسي، انا نقول يا ربي فوضت لك امري هو اللي يسير فيا.
لا الهضرات اللي نهضر فيهم والحقائق اللي نهضر فيهم ربي ويسير فيا، ما نسكتش على حقي. علاه نسكت على حقي؟ قلت لكم انا اول عروسه جزائريه راح تجيب حقها علنا. ما تحقروش العرايس، ما تحقروش العرايس، ماشي تخرجونا من دار بابنا. لا 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 مبروك العرس. ها نحطك كي كنتي تبندري تقولي مبروك العرس، مبروك هكا مغرى نحطك. ها تخرجونا من ديار بابنا هكاك بالصغاريت ومن بعدك تعذبونا. لا حنا ثاني كي تخرجونا من ديار بابنا ديروها مليح لي بالكم بلي الرجال اللي ندوهم نتحملوا نحبوا نعشقوا حتى سلبياتهم ونشوفوا فيهم ايجابيات ونتحملوهم. ومعليش حنا ثاني كيما نتوما تعيشتوا ما تحبوا رجالكم يحبوكم، ثاني تحبوا خاوتكم يحبوا رجال ينساهم. علاش تحبوا لروحكم الخير وتحبوا لنسى خاوتكم الشر؟ اما لا ابشروا، اما لا شبعوا بيا هبلتوني. لا 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 غنبروك العرس شفايلها كي كنتي تزغرتي. يا لا 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 شبعي بمرت عمار اللي عذبتيها. رجعتوني مهبولة نمشي في المول في أكبر مول في العالم ونهدر ونخرج عندي في قلبي. صح معليش أنا طبيبي النفسي قال لي خرجي وش كاين في قلبك، قال لي ولو كنت تحط لهم الزرار عند تحهم لهنا نورمال. أختي طبيبي مصرحة من عند الطبيب النفسي تاعي. هاي أو جاي لكم بزاف إجراءات من عندي، مازال حياة طويلة، مازال تسخته تدفعوا ثمن القش تاع راجلي والمجوهرات تاعو اللي ديتهم الدار لورو اللي كان في الدار دينار اللي كان في الدار السوايع عندي كلش بتصاور. لا لكم تقولوا احلام ما عندهاش تصاور، عباكم بلي احلام عندها تصاور تاع تصاور اللي ما كانش تصاور اللي السويره ما تصورتش بصح احلام تصورتها ما نعرف كيفاه. سوايع راجلي مجوهرات راجلي دراهمو صوالحو البوكسر التالي تدفعوا ثمن حقه تجبدوه. مازال حال مش مقلقه، انا كاين الوقت عندي الوقت عندي اشياء ما اهم فهمتوا. بصح انتظروني ماشي غير هذا الشيء، انتظروني ابشروا بالخير. بسيطوا رجالكم معاكم على بالكم تودنوا في رجالكم. حكي حكي مروح بيراطي لها التليفون تاع انت عمار، بيراطيتو لي التليفون تاع عمار ما عطيتوهوليش، ديتو لي زانتيميتي اللي كاين داخل فيه. واو كلش عندي مام تليفون تاع عندي كلش. جمالي ما لازم اعصب انا، لازمش نزعف انا، جمالي طبيعي بدون مكياج بدون فلتر نقولي ان الملكة. ها قاعد الله الله في افخم مكان في الدنيا. ربي رزقني جنة الأرض ويزيد يرزقني جنة الآخرة. انتو ما لي جبتوا لي جنة الآخرة نهار القيامة ندي منكم كاع حقوقي، نفونتوزي لكم كاع الحسنات اللي عندكم على الشر اللي درتوه فيا. علاش علاش تحبوا شر لبنات الناس؟ علاش انتم ما تحبوا رجالكم يعزوكم ويكرموكم؟ بصح انتم اللي تحبوا رجالكم يعزوكم ويكرموكم وديروا الشر في لواساتكم وفي عرايسكم. كيفاش راهو رايح يكون العاقبه ديالكم وتاع اولادكم؟ تيتي عاقبه تاع بناتك تاع نعيمه واسمها ونادا. حوجي حوجي والله ما نتمنى لهم الشر، ملايكه مساكن ذنبهم عندهم امهم تيتي. ها سعديه على درتي فيها الشر حتى وليتي تورني زعما راكي تغاشيتي ورحتي لتيزي وزنتي واختك كيف كيف. هاي اختك ها سمعيها، هاي اختك هذا الفيديو مصورها اخوها ربي يرحمه عمار. هذه لافير باسكو خدعت راجلها لقاها مع اصحابه. ما خلينا بعدك نحكي لكم، نهار نحط الفيديو لقاها مع اصحابه ما قدرت تروح هبلت عبيها. بعث لي داك الفوكا قال لي تروح مور ظهري عند اصحابي، اختي تروح مور ظهري عند اصحاب. بهدلوه كان خايف راجلها يسمعوا وناس دارها يسمعوا. قال لي على بالك لو كان يسمعوا يرموا لي علف عاكيمه هذيك يرموها لي نباصي بها يطلقها نباصي بها. هكا كان يقول لي يطلقها نباصي بها خليها تشبه له ويشبه لها هكذا كان يقول لي. انا نعاود واش كان يقول لي او كلش مسجل، كاين مام ديفوكو مسجلين بصح ما نقدرش نحطهم الله غا. كاين ديفوكو صعب باش نحطهم باسكو على بالكم بلي الراجل الجزائري كي يتنرفا يحطهم حبات 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 حبات. اكو رجالكم كاع تعرفوهم لسانهم الله يبارك، يعني كاع رجالنا كيف كيف. ما نقدرش نحط صوالح اللي انا ماشي نروح نحيلو ذنوب بالعمرات ونحيلو وندير امور والصدقات ومن بعدك نروح نحط له الفوكال تاعو هو ويقول فيهم حبات حبات. كاين صوالح بصح كنت نرفا والله العظيم ما نحوش كاع نفهم. كاين واحد الهضره يهضرها على خواتاتو على واش داروا فيه على كي يروحوا مرضهرو عند صحابو. هاو لا بروف يهضروا مع السعيد، السعيد واش يكون لك انت تيتي
سعديه واش يكون لك انت؟ حكيم راه مقابل بلي كتهضري مع السعيد، رابح قابل انت تي بتهضري مع السعيد، واش يكون لك سعيد؟ وليد 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 عم بويك، واش يكون لك تهضري معاه؟ انتما تهضروا مع رجال ما تروحوا مور ظهر اخوكم عند صحابو، عيب عيب عيب، تبهدلوا تهضروا على الشرف، تقول لك انا حاجه بيت ربي، ها وانت طالبه زعما قدام الناس وقدام الوسط انا حاجه بيت ربي، وهي الصحه رقم واحد. كما كان يقول لي عمر على تيتي ربي يرحمه الله يرحمه، كان يقول لي كوني في قلها راجل هاي تلقها ويرميها، قال لي من دار راجلها وما ناش مسالكين منها، قال لي من فيالار وراهي طالقه السم تاعها علينا وعلى بابا وعلى الفاميليا، وتضل تهتك وتفتك تروح للدار الكبيره تحب تفتك حياه بنات عمها، تروح لكدا منا تروح كدا تدير غير المشاكل وتسحر، كي تسمع واحد راح يخطب وحده ولا وحده حتتزوج تروح تكسر، غير الشر غير الشر. قال لي من فيالار راه يدير في المشاكل كي حبتها يطلقها رابح ويرميها لي، قال لي مباصي بيها هكا، كان يقول لي دوكا مات اسمح شي باصي بيك، دوكا مات ارتاح منك، حسبونا الله ونعم الوكيل فيك. رابح لم علينا مع عزتك حوتشي، لم علينا مع عزتك دكتور رابح يخلف، لم علينا مع عزتك دكتور مالك ولد مختار، لم علينا لم علينا قدام الفاميليا طح زعما لا كلاس ميتسا وحاجه بيت ربي اللي ما تخافش ربي، بابا حاجه 12 خطره وانا حاجه ها واش تهضر قدام تيجي تهضري معانا بنت الحاج موحد وحاج بيت ربي 12 خطره وانا طبيبه، انت ما كان والو، انت طالبه انت سحاره، انت يا درتي المشاكل الكبار في لافامي ولد مختار ولا فامي بن عماره من الاخر حتى لافامي تاع عجوزتي ودرتي فيهم المشاكل، انتي انسانه مش كلجيه المفروض انتي مكيش انتي مستحيل طبيبه، انتي فرمليه وبزاف عليك مستحيل، انتي يا انسانه تاع شهر فهمتي، اخوك اكي عارفه اكي عارفه واش درتي اكي واضح ماشي كي عارفه اكي عارفه، وراني وريت لهم ومازال نزيد نوري لهم جميع وحده يجيزه على هذه ستوري كاع عندكم تيتيات وسعديات في الدار، ما كاش عائله جزائريه ما عندهاش تيتي وسعديه في الدار، قولي لي والو كاع عندكم تيتيات وسعديات كاع ما كاش، علاه علاه ما تحشموش يا تيتيات يا سعديات، علاه ما تحشموش تخرجوا بنات الناس من ديارهم يا الله 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 ومن بعدك تضروا عليهم كل فعاد، علاه علاه تحبوا نتوما رجالكم يحبوكم ويقيموكم وخاوتكم تحبوهم يعفسوا على نساهم، وانتوما يا رجال فيقوا شويه فيقوا، حكموا معيزكم منا وديروا معزاتكم منا، اللي عنده مرته واخته يقولها سمعي انتي بالك تدوري باختي وانتي بالك تدوري بمرتي، ايه طلقوا في الدي طلقوا ها شفتوا النصيحه الانستغرام ينصح فيكم يا رجال، بالكم المشاكل تاع اللوسه والعروسه، بالك تروحوا تطلقوا نساكم غير على جنب مشاكل تاع خواتاتكم، اها باسكو هما خواتاتكم يحبوا رجالهم يديروا لهم هكا يجوا عند نساء خاوتهم. سعديه اخر ميساج تاعك بعثتيه لخوك 3 ايام قبل ما يموت كان معايا، والميساج لحقوا في الانستغرام واش قلتي له؟ سي تا ديرنيير ميسيون، كتبتي له هكا كشغل كان على بالك بلي حيموت، كتبتي له سي تا ديرنيير ميسيون، كتب لنا الفيلا الفلانيه طرارا قول بابا منا راكي على بالك واش كتبتي فيها، علاش؟ باسكو كنتي خايفه من فاميلة راجلك، كنت جيتي صح تحبي فاميلة راجلك وتحبي شيخك وتحبي عجوزتك ولواساتك وتحبي راجلك، ما تشكي فيهم بلي لو كان ما جيتيش دايره الدرادر معاهم، ما تشكي فيهم بلي يجي نهار وين زعما كيصحتوك، اقسم بالله غير اخر ميساج تاعها كتبت له سيتا ديرنيير ميسيون، شوف كيفاش تكتب لنا الفيلا الفلانيه تاع السوقر باسمنا انا واختي، قالت له اونسي جامي هذه دنيا، على اونسي جامي هذه دنيا، ماشي مدايره كونفيونس في الناس اللي راكي معاهم، ها ماكيش مدايره كونفيونس في شيخك اللي عطاك حانوت وزاد لك دار، ها ماكيش دايره كونفيونس في عجوزتك، الله الله بالطبع واش معروفه في تيزي وزو ماشي تاع مشاكل، هاكي دايرت لها المشاكل راكي تباني في لي ريزو، لو كان ماشي رايك ما راكي تباني في لي ريزو، هاكي درتي المشاكل لعجوزتك ولواساتك. عجوزتك يا سعدية هي ولواساتك وشيخك كاع ناس ملاح بالطبع والشان معروفين في تيزي وزو بهدلتي بيهم، لو كان ما رايك ما راني نهضر عليك، لو كان ما حقرتيني ما راني نهضر عليك، نص عام كان عندك في يدك، من وقتاش مات راجلي؟ مات لو 7 نوفمبر 2023، من لو 7 نوفمبر 2023 ما كنتيش قادرة تصلحي مع مرت خوك؟ ما كنتيش قادرة، كنتي ديري في الشر وتتمتعي وتتمتعي انتي وتيتي، كنت تشوف فيا نبكي وتتمتعوا انتي وتيتي، دوكا تمتعوا، انا ما نتمتعش بالشر اللي صرا لكم، بصح حقي نجيبو، هذا مازال ما جبتش حقي، هذه البدايه فقط، مازال ما درت والو، راني نهدر برك، مازال راني نهدر، هذه مجرد هدرين فرغ فيها في قلبي،
هذا مكان وراني نجيب حق العرايس كاع في الجزائر ملوساتهم السوسات تاعهم. هذا مكان راني نهضر برك، مازال ما بديتش. ديري مليح في بالك مازال، باسكو الاجراءات الجايه نص عام كامل وانتم تتمتعوا. هذيك اللي وكيلها ربي خرجت تهضر على وليد خوكم، وليد خوكم يا بنات الشر، ها وليد خوكم قاعده تقول عليه ما كاش منه في الحياه، ما حبيتوش تريكلامي. وعلاش؟ خاطر شاتين هالي تحرقوا لي قلبي، ما فريتوش ما تلي زدتوا تحرقوا لها قلبها هكاك، خلي بينها وبينها قلي، حبيتوها تحرق لي قلبي وساكتين وساكتين. انا نبكي وانتم ساكتين، انا نندب وانتم ساكتين. تهضر على اخوكم وتقول عليه صديقي وانتم على بالكم باللي ما تعرفوا ما يعرفها وساكتين. تهضر على شرف اخوكم وساكتين. طيب قعدتوا معاها في الجنازه، قعدتوا معاها، قعدتوها قدامكم طالقه هكاك الطرشيط تاعها وبالضفارتين الحموره، قعدتوا معاها تمنشروا بعد ما دفنتوا اخوكم بساعه يا وجوه تبهدايل تاع لافامي، ما تحشموش. وكو غير كنتو ساكتين تستشفاو، تبردو جنكم في مرض خوكم اللي ما دارت لكم والو، اللي عشقها برك خوكم. هذا مثلا خوكم عشقها، خوكم عشق مرتو ما حملتوهاش، علاش يعشقها؟ علاش يحبها؟ علاش مخليها تعيش كيما يحب تحب وكيما يحب هو؟ علاه؟ هذا ما كانت هي بروبليم تاعهم قسما بالله، وقسما بالله وراس المصحف تاع ربي سبحانه، غير هذا هو المشكل تاعهم. كي خوهم يعشقني وكي زعما عايشين انا وياها شغل ما عندنا حاجه، ما عايشين لا بيل في نورمال، حياتنا ماشي متقيدين هكا بصوالح. سي بوغ سا هذا الشيء اللي قنطهم، سي ما كان والو، ما كان حتى حاجه. مرا وراجلها يعشقوا بعضهم، عايشين حياتهم كيما يحبوا هما. علاش اكو عايشين كيما كو حابين نتوما؟ عيشوا كيما نحبوا حنا، عيشي كيما تحب تيتي وتحب سعديه زينو، والله العظيم من نكرهوك تلقها، ماهيش عايشه كيما نحبوا حنا تلقها. هذه هي هذا والله ما كاين. لو كان غجد زعما لفعه وكش ما درت بينهم وبين ناسهم ولا والله غير ناس دارهم ما يعرفونيش. حتى المشده سابعي، شاده سابعي، ماشي عاجبهم الحال كيفاش انا وخوهم عايشين كيما نحبوهم، ما نأذيوهمش بالعكس، نحبوهم من نمشيو ليهم من نسقسيو عليهم من نهديوهم كل حاجه، بصح مش عاجبهم الحال، مش عاجبهم الحال. نورمالمون تم نفيقك وتنجل دياركم نبات مع راجلي، تم نفيق لكم صح ما كنتش نفيق لكم. ما فهمتش علاش ما كنتوش تبينوا لي هذاك الشيء، علاه ما كنتوش تبينوا لي بلي تكرهوني وما كوش حامليني كي راني عايشه مع اخوكم لابيل في كيما نحبوا حنا. شغل هذيك بالنسبه لينا لابيل في، واحد ما يسالنا اختي نعيشوا كيما نحبوا حنا مش كيما تحبوا نتوما ولا لا لا. هذه ما عمري ما اذيتهم في حياتي، ما درت لهم حاجه قسما بايات الله. وقولوا راني نكذب الا كاش ما خطره درت لكم حاجه، ديروا دوكا في لي ريزو سوسيو انا نطلع لكم الكونت وهضروا واش درت لكم. على بالي بلي بصح هضروا بلي بروفا بالصور وبلي فوك وبكل حاجه، ما تهضروش باش تهضروا برك. انا تعرف وانا كي نهضر نوري فيديوهات، كي نهضر نوري فوكال نوري، انا نور انا نحب نوري انا كاش كيفاش تكذبوني. على بالكم بلي ما اذيتكمش، على بالكم بلي ما شفتوا مني حتى حاجه تاع شر. الحاجه الوحيده تاع اللي شفتوها نتوما شر انه خوكم يحبني وانه انا وخوكم عايشين كيما نحبوا. ها الانستغرام شهد على لساني، ها ربي شهد والملائكه. هذا مكان هذا هو المشكل تاعكم، يا تيتي يا سعديه، يا تيتي يا سعديه اللي ما تحبوش خوكم يعشق مرته. علاش علاش علاش؟ ربي خلقني عندي بيني وبينه ميثاق غليظ في السماء، حبيتو تقصوه حلالي وحلالو، نعيشو كيما نحبو، واش دخلكم؟ شوفوا انا انسانه كاحلام، احلام عبد عبد، مانيش مثاليه، عندي اخطاء، كل انسان عنده اخطاء، ولكن كي نخطا نعترف بغلطي. انا مع معاملاتي مع الناس مثاليه، كي نعامل الناس مثاليه، سواء كان معاملتي مع اهلي ولا معاملتي مع اهل زوجي ولا معاملتي مع زوجي ولا معاملتي مع اولادي، هذيك نحرص على انها تكون مثاليه بيرفكت، ما نغلطش في حق البشر. خاطرش على بالي بلي الغلطه في حق البشر لا تغتفر، ربي ما يقدرش يغفرها لي حتى يغفر لي هذاك العبد، هذه مفروغ منها، ربي قالها لنا، فهمتوني؟ ولكن بيني وبين نفسي مثلا نحكي لكم حكايه،
انا على بالي بلي كي مانيش دايره حجاب انا مقصره مع ربي، مانيش مثاليه، ما تقتديوش بيا كي مانيش دايره حجاب. شنو مسطوره نتستر؟ صح حفصه كي فهمتوني مانيش مثاليه، صح في معاملتي مع الناس ما نغلطش في حق الناس ابدا ابدا ابدا. ما تغلطوش في حق البشر، ما تغلطوا في حق حتى انسان. الى عندكم حسد وحقد في قلبكم خذوا نفس عميق واستغفروا. انا تاني انسان كيما نتوما، نقدر نغير، نقدر نشوف دوكا واحده خير مني عندها حاجه نحبها، نقدر نغير بصح وفوندمون نتنفس ونستغفر نقول يا ربي زيدها. سرتو كلمه ربي زيدها حيعطيني اضعاف ما مدعيت لها، يا ربي زيدها وارزقني. هذا اختبار، هذا اختبار يختبرنا به ربي سبحانه. سختو كي نحد زعما انسان ربي سبحانه هو اللي خلق فيه الحسد والغيره، بصح يختبرنا كيفاش نتعاملوا مع هذاك الوضع. شفنا حاجه تعجبنا سيفري شغل جينا هذيك نقول لازم نقولوا ما شاء الله ونقولوا يا ربي زيدهم وارزقنا. على هذه على هذه الكلمه برك راح كنخرجوها من قلبنا، راح نؤجر وراح يعطينا ربي اضعاف. بصح لو كان نحسدوا نكملوا حياتنا كيما تيتي وسعديه هكا حياتهم مدمره وانا نترفع، لانه الانسان الحاسد ربي سبحانه يعاقبه بانه يزيد يعلي هذاك الانسان اللي راه حاسده. مثلا تيتي وسعديه حاسديني ربي راه يعلي فيا وراه يحبط فيهم تحت تحت تحت، راهم دوكا مغروسين تحت الارض، ماهمش يبانوا كيما يقول اخوهم الله يرحمه خريط الارض حاشاكم قسما بالله ماهم يبانوا مهما كانوا انا وانا بنت فلان والله ماهم يبانوا، ربي كشفهم على حقيقتهم. علاش؟ باسكو حاسديني دوكا ربي رفعني وربي حطهم تحت ومازال يزيد ربي يرفعني حتى يطلبوا السماح، وهذاك الجور ما يطلبش السماح يقعد شاد هذيك نيفو حتى تديه للهاويه. سما دوكا يخلصوا في الدنيا وفي الاخره ثاني الا اذا طلبوا مني السماح. انا انسانه يطلبوا مني السماح نسمح، بصح مادام ما طلبوش مني السماح قسما بايات الله ندي حقي في الدنيا والاخره ومن اهديش غيري. مش ربي ما يرجع حاليش، ابتلاني الله، ابتلاني ليرفعني درجات. والموت عمر ولا كان عقوبه زي ما يقول شح فيها مات راجلها. الموت حق، والموت مذكور في القران الكريم انه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الانفس، نقص من الانفس كما مات لي رجلي، ونقص من الانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. عبالك باللي كلمه ولنبلونكم يعني هذا نقص من الاموال زي ما الواحد يفقر يكون عنده دراهم يفقر، ولا نقص من الانفس كما انا مات لي رجلي. هذا الشيء من عند الله يعطيهنا، يعطينا هذه الابتلاءات ليرفعنا درجات، يشوفنا كيفاش نصبره. انا راني صابره على الموت، الموت في حد ذاتها راني صابره عليها، انا ما صبرتش على الحقره اللي حقروني فيها هما. الموت راني صابره وقلت انا لله وانا اليه راجعون. الموت تاعو سيفري صعيبه عليا بزاف، نبكي ماشي من عيني، نبكي من كرشي لداخل من امعائي، نبكي الناس قاع راقدين وانا نبكي ياك. خاصه كي نسمع بناتي سختو بنتي صغيره ترفد جوي صغير تاع طياره وتقول لي ماما عيطي لبابا ولداخل الطياره، مازالها دايره في بالها بلي باباها ركب طياره ومازال ما حبطش منها. شي سهل، انا مسجله دي فيديو عليها من نقدرش نخرجهم باسكو ما نوريش وجهها بالكاميرا تاع داري، تبكي الحجر عندها اللي جوي تاع الطياره ديما ترفدهم وتعيط له بابا لداخل الجوي تاع الطياره، باسكو دايره في بالها بلي باباها مازالو داخل الطياره. واش من طياره لا ندري، عمرها عامين ونص، خلاها 23 يوم قبل ما تقفل عامين، تقدرش تشرحي لها؟ لا صح برك اللي صعيب عليا هادشي اللي نعيش فيه، واشياء كثيره غادي نوريهم لكم في المستقبل واش راني نعيش خاصه مع بناتي. راني نعيش اشياء اللي ما يتحملهمش الحجر، بصح هكاك وراني صابره ليرفعني الله درجات. هذا ابتلاء من عند الله، الموت لنبلونكم بنقص، انا قلتها لكم الايه، انفس الانفس، ربي نقص لي انفس من الدار، نقص لي وليدي وراجلي، نقص لي انفس من الدار، اني راضيه راني راضية إن الله وإن راجعون. ولكن الحقرة يا ناس ما خلونيش نحزن نورمال،
أنا نبكي وهم يهضروا لي على وليدي وراجلي، أنا نبكي وهم قاعدين في جنازة مع وحدة طالقة الطرشي ديالها وحد ودايرة لي زونغ الحمورة اللي ما تحشمش اللي ما تخافش ربي لي لعاقبتها تزير كاع راح تتفرج فيك يا مايا خليفة. أها هو وجهي ربي عن بالك يمهل ولا يهمل. الظالم الظالم يا مايا خليفة ويا تيتي ويا سعدية ما ربي ما يخلصوش تمتم يمر على ثلاث مراحل، وروحوا قروا الثلاث مراحل اللي راح تمروا عليهم أراكم فيهم بلاك، وديروا في بالكم بليك خلاص راكم هنين وراكم كده وأنا موجوعة. سمعوا سمعوا عباكم بلي الحياة مجرد ساعة، احنا اللي تبنى توقيت هدت على الحياة تبنى الدقيقة والثانية والساعة والنهار والعام والشهر كان والو. هي في الحقيقة رانا عايشين فترة زمنية واضحة وكلنا عند ربي راح نتلاقاو، بصح في هذه الفترة ديروا مليح في بالكم بلي ربي راح يذلكم يا مايا خليفة ويسعدي يا تيتي، وانا ربي راح يرفعني درجات، نحرص دائما على ان لا اؤذي غيري، نتلاقاو في الدنيا وفي الاخرة صدقوني، ومازال الخير قدام ومازال عندي درادر ودرادر، مازال المواطن يزيد يتفرج. هضرت عليكم حتى قريب قدام المغرب. جمالي يا جمالي ايش رايكم في الاوتفيت مالي بنات؟ ايش رايكم في الاوتفيت تاعي البنات؟ يا اختي واش ذنب اخوكم كي يعرف يصيد، كي يعرف شكون يصيد ووقتاش يصيد وبين يصيد. يا اختي ماشي غير يعشق ويموت، يعشق ويموت ويفنى كما يقول هو، مانيش مزوج بقجر. واش ذنبو مسكين شاطر قافز يعرف يصيد، ماشي كيما رجالكم طاحوا على رصانهم بقجوره كيما نتوما. ربح دكتور ربح اخلف يا اخي، انت طبيب جراح، انت طبيب جراح قولوا بالناس داويها، داوينا قلب مرتك من الحسد والغيره، داوينا قلب مليكه ولد مختار تيتي، حجي رجلك طبيب جراح ما قدرش يداوي لك قلبك، حجي تيتي حشمي حوجي. هدرت عليكم حتى قريب أذن المغرب، راح يأذن راح نصلي على روحي. أجمل شيء في دبي أنه فيه مصليات في كل مكان في العالم، المصلى موجود هنا في الطابق رقم 4 الحمد لله. قالك إذا صلحت صلاتك صلحت حياتك، صح ماشي تصلوا وتأذيوا الناس، لا لا no way. المصلى سوري مصلى خاص بالنساء بالسيدات، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ما كحتى واحد سنة تشوفوا ايه، ما كحتى واحد مزية باش نقدر نصور، بسم الله ما شاء الله. هنا بيت الوضوء دوك نتوضى هنايا، اكيد ماشي تواليت، تواليت هاي لتحتها. عزكم الله نحي نعالي عزكم الله هنايا وندخل نتوضى هنايا. شوفوا شحال حاله كاين ديال هذه لوبسيون تاع باش ما نبدروش الماء، غير شويه هكا نغسلوا اليدين نتوضاو اليدين الاخر تطفى نعاودوا نزيدوا نشعلوها. شوفوا النقا، شوفوا النقا، تقولي كيف الدار، شوفي النقا بسم الله ما شاء الله. هذه هي قولك بلد مسلم، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، من بلادنا الله يبارك عليها، من الجزائر الله يبارك. صح برك نوري لكم باللي هنا الحمد لله، هنا الجو ما يخليكش انك تحبسي صلاتك غير اذن تصلي. شوفوا الله يبارك يحط لكم الحصاير في كل مكان، ها حتى كاين ثاني اطقم الصلاه اللي ماهيش محجبه تلقى طاقم الصلاه ها ما شاء الله.